السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حياكم في سوق واقف. بدينا معاكم الخميس إن شاء الله يا رب أن خميسكم يكون على قولتهم خميسكم فلا معانا إن شاء الله، ونكون إضافة حلوة لعطلة نهاية الأسبوع. اليوم مثل ما انتم عارفين برنامجنا كالعادة كل مرة أقول نبيه إن شاء الله يكون حماسي وتكون هالحلقة أجمل من الحلقات اللي طافت، نبي حماس نبي مشاركة منكم. مثل ما انتم عارفين قاعد نحاول نرد على الكل، عندنا العديد من المسابقات وعندنا 12 باب كل باب وراه جائزة وسؤال إن شاء الله يا رب تكون من نصيبكم كلكم ولا أحد يخطي. طبعا خلونا نذكر بالبداية قبل ما نبدأ عن سحبنا اللي إن شاء الله ما بقى له شيء، السحب على السيارة اللي راح يكون إن شاء الله يوم الجمعة. سحبنا على السيارة، السيارة طبعا غيرناها لكم، مش السيارة اللي انتم خابرينها قبل، غيرناها. طبعا السيارة راح تكون جدا مميزة إن شاء الله يا رب، وأنا واثق إن شاء الله أنها راح تعجبكم كلكم يا رب. عموما مثل ما قلنا شهرين هذا الشهر واللي طاف راح يدخلون السحب معانا، احنا كنا متعودين كل شهر، لكن الشهر اللي طاف لأن بدلنا السيارة جبنا لكم سيارة أغلى ثمن وأحسن وأفضل وسيارة إن شاء الله راح تعجبكم، علشان كذا خليناها الفرصة طبعا خليناها أكبر وخلينا اللي مشاركين بشهر 4 و5 راح يدخلون في السحب، وإن شاء الله يا رب الكل فايز معانا. طبعا اللي فاز واللي خسر داخلين في السحب، يعني مش بس الفايزين، اللي فاز واللي خسر إن شاء الله داخلين معانا في السحب. نسأل الله التوفيق للجميع. برنامجنا نذكر فيه 12 باب، كل باب أنت حظك. الباب الأول اللي هو الحق ما تلحق، الحق ما تلحق ببدأ فيه لأني أنا دائما ما أطالب بالسرعة، بالسرعة ثم السرعة، عشان نقدر ناخذ أكبر عدد من المتصلين، وعلشان بعد الجواب يكون البرنامج محافظ على روح الحماس وروح السرعة فيه. طبعا الحق ما تلحق عبارة عن 5 أسئلة، 5 أسئلة الجواب الأول ب1000 ريال، الأسئلة اللي بعده ب500 ريال. إذا جاوبت صح من أول إجابة وربحت 1000 ريال راح تكمل 5 أسئلة كلها صح إن شاء الله يا رب وتربح 3000 ريال، تربح معانا 3000 ريال. وعندنا أيضا سؤال على الطائر، سؤال على الطائر هو سؤال جدا بسيط، سؤال واحد تجاوب عليه تربح معانا 1000 ريال. اللي ما راح يجاوب على سؤال على الطائر، سؤال على الطائر بس اللي ما راح يجاوب عليه راح ينتقل للمتصل اللي بعده، وإن شاء الله ما نضطر نوصل لها المرحلة هذه، إن شاء الله الكل يجاوب عليه والكل يفوز. طبعا باب المحظوظ، الباب الذهبي، الباب الذهبي عندنا باب كل حلقة، الباب الذهبي جائزته 5000 ريال، 5000 ريال سؤال واحد تجاوب عليه ب5000 ريال. طبعا الحق ما تلحق مثل ما قلت لكم عندي دقيقة وعندي 5 أسئلة بسألك إياها، مبسطين الأمور مخلينها صح أم خطأ بس، يعني جاوب صح ولا غلط وإن شاء الله يا رب تفوز معانا ب3000 ريال. بالنسبة لمحبين الانستغرام محبين التصوير عندنا مسابقة عكس، مسابقة عكس نختار أفضل صورة. طبعا مثل ما أنتم عارفين هذا مو كلامي، ادخلوا أنتم الهاشتاج، هاشتاج حياكم أندرسكور في أندرسكور سوق أندرسكور واقف، وشوف الصور كلها حلوة والمنافسة جدا قوية، لكن نختار أجمل صورة من معالم سوق واقف بشكل عام وتربح معانا 3000 ريال. أجمل صورة 3000 ريال. يومي كل حلقة عندنا مسابقة عكس، حتى حلقة السيارة ما راح نكتفي بس باتصالات ومشاركة وربح وسيارة، بعد مسابقة عكس نبي الكل يربح معانا إن شاء الله يا رب. طبعا هذا برنامجنا، هذا برنامجنا. أرقام التواصل 5 4 1 8 1، 5 4 1 8 1 هذا الخط الثابت لقناة الريان لجميع البرامج، 5 4 1 8 1 هذه أرقام البرنامج، اتصلوا وإن شاء الله يا رب تربحون ويطلع لكم خط وتفوزون وتستانسون معنا إن شاء الله يا رب. بيبانا الـ 12 باب من 1 إلى 12 طبعا كانوا من 1 إلى 10 لكن خليناها 12 باب علشان نقدر نكسب أكبر عدد من المتصلين، برنامجنا ساعة واحدة نبي الكل يفوز وينبسط فيها. طبعا خلونا نبدأ ناخذ أول اتصال معنا. أم سعد السلام عليكم. أم سعد وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا يا أم سعد حياة الله. مرحبا أم سعد. أم سعد شلونك؟ الله يا مرحبا بك أم سعد، أنت أول متصل معانا، يعني إن شاء الله فرصتك أكبر أن تختارين من 1 إلى 12 الباب اللي في خاطرك. دائما المحظوظ عندنا اللي أول متصل وآخر متصل، طبعا إذا ما راح السؤال الذهبي. زين مستعدة أم سعد؟ إن شاء الله. بادية الويكند كذا بداية حلوة، اليوم كان حلو يعني ولا لا؟ إن شاء الله حلو حلو. إن شاء الله يا رب تفوزين وتستانسين معانا
وتخلصين الويكند انت مبسوطه، انت توكل على الله. البيبان بتطلع قدامك على الشاشه، ابيك تختاري لي باب، والله يوفقك يا رب. البيبان طلعت قدامك على الشاشه، اختاري باب. حط ببالك رقم، توكل على الله، رقم 4. أربعة، شو اللي متوقعته؟ إن شاء الله ذهبي. إن شاء الله يا رب. طيب نقول افتح يا باب، يلا افتح يا باب. الحق ما تلحق، الحق ما تلحق. أم سعد؟ نعم. الحق ما تلحق طلع لك إن شاء الله. حلو، تدرين الحلقات اللي طافت تقريبا الخميس والجمعة اللي طاف لين نص الحلقة وهي كلها على الطاير على الطاير على الطاير. اليوم بدناها بالحق ما تلحق، يعني ان شاء الله خير. طيب مستعده؟ انا ما ادري انت مو متحمسه ولا يعني ربكه الاتصال ولا ايش، لان ما اشوفك متفاعله حيل معي، لكن السؤال يبي له سرعه، انت عارفه هالشيء صح؟ ايوه. طيب عندك الحق ما تلحق 5 اسئله، صح ام خطا بس، جاوبي علي بظرف دقيقه. الجواب الاول 1000 ريال، اللي بعده 500 ريال. مستعده؟ مستعدة؟ أيوة. يلا يلا نتوكل على الله. تبدأ الدقيقة. الرفاع هو الطريق الذي استخدمه مناديب مؤسس دولة قطر لنقل رسائله، صح أم خطأ؟ ما سمعت. الرفاع؟ الرفاع هو الطريق. يا سلام عليك، 1000 ريال. تأسست جامعة قطر عام 1965، صح أم خطأ؟ طلب. حلو. الخدمات البريدية في قطر بدأت في عام 1970، صح أم خطأ؟ صح. خليك أسرع، إجابتك غلط وخليك أسرع. تولى الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني الحكم في دولة قطر عام 1913، صح أم خطأ؟ خليك سريعة. تولى الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني الحكم في دولة قطر عام 1913، صح. حلو. تم تنظيم بطولة العالم العسكرية 30 لكرة القدم في الدوحة عام 1981، صح أم خطأ؟ صح. أوكي بحسبها لك، بحسبها لك لأن جاوبتي صح، بحسبها لك. تستاهلين 2500 ريال. 2500 ريال ترى كنتي بطيئة، وآخر جواب قلتي بعد ما رن الجرس وخلص الوقت، لكن بحسبها لك، تستاهلين 2500 ريال. الرفاع هو الطريق الذي استخدمه مناديب مؤسس دولة قطر لنقل رسائله، صح أم خطأ؟ خطأ. درب الساعي هو الطريق الذي استخدمه مناديب المؤسس الذين تمنهم طبعا على رسائله الداخلية والخارجية. طيب درب الساعي هو الطريق، تذكر يمكن نسأل سؤال، احنا دائما أسئلتنا من ضمن الحلقة، من ضمن الكلام اللي نقوله، من ضمن تغطياتنا لبرامجنا تراحيب وغيره، فركزوا معي. تأسست جامعة قطر 1965، خطأ. تأسست 1977. 1977. الخدمات البريدية في قطر بدأت في عام 1970، خطأ. مو 1970، 1950. الخدمات البريدية 1950. تولى الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني الحكم في دولة قطر عام 1913، صح. طبعا تولى الحكم بعد وفاة المؤسس الشيخ جاسم رحمه الله. تم تنظيم بطولة العالم العسكرية 30 لكرة القدم في الدوحة عام 1981، صح. حلو. 2500 ريال بداية حلوة، بداية حلوة. طيب من معانا الحين؟ العنود. نعم. مرحبا بتصلينا عليك، شلونك العنود؟ هلا. الله يسلمك، شلونك؟ الله يعافيك ويسلمك. العنود قصري لي على صوت التلفزيون ولا تهونين، وسمعيني من التلفون ان شاء الله. ان شاء الله. طيب حلوين. طبعا انا دائما ما اقول قصر على صوت التلفزيون، لان كذا بنت لخبط، لان انا صوتي ترى يوصل بعد تقريبا 5 ثواني او 10 ثواني للتلفزيون، يعني في التلفون اسرع، فيصير في تاخير وكذا نتاخر، ويمكن تجاوبون اجابات خطا بسبه ان احنا نتاخر. طيب جاهزه يا العنود؟ نعم جاهزه. جاهزه؟ ايه. متحمسه؟ اسمع صوت ناس جنبك، شكلك محضره الكل جنبك. طيب حلو، ان شاء الله تربحين يا رب السؤال الذهبي، ونسمع كذا فرحه جماعيه. طيب الله يسمع منك. انت توكل على الله، البيبان قدامك على الشاشه، راح منهم 4 بس، باب رقم 4. رقم 8.
متوقع السؤال الذهبي ورا ثمانية؟ إن شاء الله. الله يسمع منك. حظك زين، حظك زين. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طيب. نتوكل على الله وافتح يا باب. الحق ما تلحق، الحق ما تلحق. العنود. نعم. أنت جملتيني قصرت التلفزيون بعدين أعطيتي صوت. رجعي قصرت التلفزيون ولا توني. توكل على الله. يلا شوفي العنود ركزي معاي. إن شاء الله. أمورك طيبة. إن شاء الله. عندك خمس أسئلة. صح أم خطأ؟ جاوبي. عندك دقيقة. اللي ما تعرفينه لا تنتظرين حد يقول لك ولا تبحثين عن السؤال، ما في وقت. دقيقة وخمس أسئلة. إن شاء الله. طيب؟ إن شاء الله. توكل على الله. ركزي بس معاي وتوكل على الله وأمورك كلها طيبة إن شاء الله. أنت والمتصلين كلهم. إن شاء الله. تأمرون أمر. أنت توكل على الله. تبدأ دقيقة؟ توكل على الله. يلا. بدأت الدقيقة. فندق المرقاب هو أحد فنادق سوق واقف. صح أم خطأ؟ صح. 1000 ريال. تأسس الهلال الأحمر القطري كأول منظمة خيرية تطوعية في قطر في مارس 1945. صح أم خطأ؟ خطأ. يا سلام عليك. تم إنشاء وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر عام 1990. صح أم خطأ؟ إن شاء الله صح. إجابتك غلط. يلا نتوكل على الله. الإسحاط هي واحدة من أشهر الجزر العمانية. صح أم خطأ؟ الإسحاط صح. إجابتك غلط. أنشأت في قطر. راحت راحت. أنشأت في قطر أول مكتبة عامة في منطقة الخليج تحت اسم دار الكتب القطرية وذلك عام 1962. صح أم خطأ؟ صح صح. يا سلام عليك. طيب طيب 2000 ريال. أنا العنود زعلت من شغلة واحدة بس. ما عليه عشان السرعة بعد وما توقع. لا لا الإسحاط هي واحدة من أشهر الجزر العمانية. أنا دائما أقول لا القطرية. أي صح. أنا دائما أقول أسئلتنا بس عن قطر يعني على عيني وراس دول الخليج كلهم بس أغلبية أسئلتنا دائما ما تكون عن قطر. 2000 ريال وصورناها من فترة في برنامج سينيار. عموما 2000 ريال حلوين. ألف مبروك عليك تستاهلين على نوت. حلو حلو. طيب طيب خلونا بعد ناخذ اتصال. من معانا الحين؟ أم حسن. هلا أم حسن. مرحبا بك يا أم حسن. شلون طال عمرك؟ الله يسلمك. الحمد لله أخوي. يا مرحبا بك يا أختي. شلونكم؟ شلون الويكند؟ بادين بداية حلوة كذا خميس وما لي خلق أزعل. لا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طيب نبدأ بداية حلوة يا رب وياكم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. تنومسين بالسؤال الذهبي وبكرة كذا عزيمة تسوي. إن شاء الله إن شاء الله. زين يلا يلا نتوكل على الله. بيبان قدامك يا أختي واختاري لك باب. والله أنا محتارة بين 2 و5. والله لو أدري وين السؤال الذهبي. والله لقيتك اختاري. والله لو أدري كان اخترت لك بس ما أدري. والله ما أدري. إن شاء الله على كلام عيالي 2 بختار إن شاء الله. عسى ربي ما يخيب لا ظنك ولا ظن عيالك. توكل على الله. وباب رقم 2. عيال جنبك؟ لا والله مش موجودين. طيب سؤال على الطائر. سؤال على الطائر. طيب سؤال على الطائر. زين يلا الحمد لله. جاهزة؟ اي جاهزة أخوي. زين يقول لك صورة من القرآن الكريم لم تفتتح بالبسملة. يعني ما بدوها بالبسملة. ما هي صورة من القرآن لم تفتتح بالبسملة؟ اي ما هي؟ سورة البراءة. بسوي نفسي ما سمعت. ما هي صورة من القرآن الكريم لم تفتتح والله بالبسملة؟ أنا عارفة السورة بس مو بجاي في بالي يا أخوي. والله التوبة يمكن. الله عليك تستاهلين الألف ريال. ألف مبروك. تستاهلين الألف ريال. تستاهلين. الله يعطيك العافية. مرحبا ومن سلامتك. طبعا سورة التوبة هي التي لم تستفتح بالبسملة. طيب نتوكل على الله. خلونا ناخذ اتصال الحين بعد. زين معانا من؟ ألو. هلا. يا مرحبا. وتعرفني على اسمك؟ هدباء. ونعم يا هدباء. يا مرحبا ومسلابت. شلون شيختي؟ بخير الله يسلمك الحمد لله. يا مرحبا. صوتك زعلانة. لا والله مش زعلانة. يتصل يفوز عندنا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. توكل على البيبان تفتح قدامك. اختاري باب. بيباننا كلها ما وراها إلا الخير.
بما ان قدامك على الشاشه اختاري الجواب. 10. ايش متوقعه؟ ان شاء الله الحق ما تلحق. ليش مو ذهبي زين؟ ليش مو ذهبي؟ ان شاء الله بس والله صعب علي ما راح اقدر اجيبه يعني. لا ان شاء الله مو بصعب يعني حظك ما يخدم؟ والله ما ادري. لا ان شاء الله يخدم بس اذا طلع الذهبي ابي اسمع فرحه ما ابي اسمع اوكي والذهبي والله ومشت الامور لا. زين نتوكل على الله ونقول افتح يا باب. سؤال على الطاير. سؤال على الطاير. نعم. زين سؤال على الطاير ما ادري كنت واثقه من حظك درجة كبيره ما ادري ليش. طيب يلا نتوكل على الله. سؤالك يقول زين اين يوجد مركز الدول العربيه المصدره للنفط؟ اين يوجد مركز الدول العربيه المصدره للنفط؟ معاي؟ والله يا اخي تساعدنا ما ادري والله. اساعدك اساعدك. شهر 2 عندهم مناسبه هم. ما ادري والله. الرياض. شهر 2 عندهم مناسبه. شهر 2 عندهم مناسبه ما اعرفهم. زين هي دوله دوله هي دوله. زين خليجية ولا؟ إيه خليجية من دول الخليج. من دول الخليج هي. من دول الخليج. الإمارات. ما سمعتك كملي. الإمارات. أعطيني أعطيني. أنا سمعتك بس سوي نفسي ما سمعتك. كملي. طيب البحرين. عشان الوقت. البحرين. عشان الوقت. عشان الوقت. عشان الكويت. الوقت. الكويت. يا سلام عليك جبتيها من أول مرة. ألف مبروك عليك 1000 ريال. ألف مبروك عليك 1000 ريال تستاهلين تستاهلين 1000 ريال. ألف مبروك عليك تستاهلين 1000 ريال. طبعا مركز الدول العربية المصدرة للنفط هي دولة الكويت الشقيقة. مستمرين معاكم وللحين عندي أسئلة وعندي جوائز. تبون الجوائز اتصلوا وخلكم معي فاصل قصير رجع لكم. حياكم الله مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام احنا دائما تعودنا ان احنا نغطي لكم كل مره من مكان غير في سوق واقف. اليوم احنا في محل ادهم للتحف. محل جدا جميل للامانه ولاحظت ان المحل زحمه ما شاء الله تبارك الرحمن. اول ما جينا نبي نركب الكاميرات ونستعد للبرنامج. دائما في اشياء تحفيه وحلوه وجميله كذا يمكن تكون بسيطه وصغيره كذا لكن جدا مغريه. وفي ايضا من الاشياء اللي انا احبها شخصيا الربابه اللي موجوده وراي ما ادري اذا مبينه الكاميرا ولا لا. يعني محل جدا جميل وفي اشياء حلوه ونادره وجميله جدا يعني. وفي عود فوقي بعد فيعني محل جامع الكل. صحون وعواد كذا اشياء جدا بسيطه وحلوه يعني شيء حلو خفيف. ديكورات البيت تعمل يمكن تستعمل اشياء عديده للامانه جدا جميله. طيب خلونا نرجع للاتصالات وناخذ اكبر عدد من الاتصالات. انا كل مره قاعد احاول انا ودي ان انا افتح ال 12 باب وارجع افتح 12 باب بحلقه واحده والله العظيم لكن قاعد نحاول على قد ما نقدر نحن نستقبل اكبر عدد من الاتصالات فعذرا واسمحوا لنا وعلى راسي من فوق اللي اتصلتوا وما طلع. ادري في ناس تحاول من اول يوم في البرنامج لكن العذر والسموحه منكم والله العظيم الحظ اللي ما قاعد يخدم والله احنا فاتحين 9 خطوط والله العظيم بس عشان ارد عليكم. طيب انا حلف واجد عشان تصدقوني بس يلا توكل على الله. معانا فاطمه. حياك الله يا فاطمه. الله يحييك اخوي. فاطمه مرحبا بك يا فاطمه. شلون طال عمرك؟ خير يا مرحبا ومسهلا. فاطمه شلون شفتي الاسئله لحد الحين؟ راحت معانا يمكن اربع بيبان. شلون شفتي الاسئله؟ حلوه لحد الحين. حلوه يعني احسك مو راضيه تجاملين. لا
لا لا بالعكس. حلو حلو، يعني سهلين؟ سهلين. حلو حلو. طيب طيب إذا حبيت سهلين من ما شلون طلعت مني. طيب نتوكل على الله. البيبان بتطلع قدامك على الشاشة، اختاري الجواب من 1 لين 12. من 1 لين 12؟ اي 2 4 8 10 تقريبا راحوا. شوفي البيبان قدامك على الشاشة، تشوفي ان البيبان المفتوحة هذه راحت. اختاري باب. اختار والله محتارة صراحة. اتوكل على الله واختار 11. شوفي طالع البيبان وشوفي الرقم اللي تحسين قلبك قام يدق بسرعه عنده. هذا هذا شكله يعني ذهبي. والله خلاص نتوكل على الله نقول 11. 11 1 1. طيب اوكي 1 خلاص. انا على 1. اي توكل على الله 1. جواب نهائي ان شاء الله. زين يلا نفتح يا باب. الحق ما تلحق، الحق ما تلحق. حلو 3000 ريال بس هالمره بيج اجابتك واحده ان شاء الله. اللي بسمعه باخذ عليه. صح صح خطا خطا مو صح خطا صح. اظل واقف انا في النص. اجابه واحده. طيب اوكي ان شاء الله. يلا عندك دقيقة، عندك 5 أسئلة. الجواب الأول بألف ريال، الأجوبة اللي بعدها بخمسمائة ريال. 5 أسئلة صح أم خطأ تربحين 3000 ريال. جاهزة؟ إن شاء الله. تكلم ركزي معاي. بدأت الدقيقة. الأهلي هو أول فريق عربي يتأهل لنهائي كأس العالم لأندية كرة القدم، صح أم خطأ؟ خطأ. ألف ريال، يا حبيبي هي من أشهر أغاني الفنان علي عبد الستار، صح أم خطأ؟ يا حبيبي صح صح. يا حبيبي صح. حلو. المنتخب الكويتي لكرة اليد هو أول فريق عربي يحرز المركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة اليد منذ انطلاقها وذلك عام 2015، صح أم خطأ؟ الكويتي خطأ. أي يا سلام. رصاصة رحمة مسلسل خليجي من بطولة عبد العزيز جاسم، صح أم خطأ؟ صح. يا سلام عليك. تأسس نادي الغرافة الرياضي عام 1960، صح أم خطأ؟ خطأ. يا سلام عليك. 3000 ريال تستاهلين. في حد الله يعافيك، في حد صغير كان يقول لك إجابات غلط ترى. والله أنا مركز معاه، كان يقول إجابات غلط. هاي واقع. لا لا ألف مبروك عليك 3000 ريال تستاهلين تستاهلين. الأهلي هو أول فريق عربي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، خطأ. الرجاء المغربي. يا حبيبي هي من أشهر أغاني الفنان علي عبد الستار، صح. المنتخب الكويتي لكرة القدم لكرة اليد عفوا هو أول فريق عربي يحرز المركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة اليد منذ انطلاقه وذلك عام 2015، صح أم خطأ؟ أكيد خطأ ولازم الجواب نعرفه، والحمد لله أن المتصل عرفته لأن صارت البطولة عندنا أصلاً، وحنا اللي استضافنا البطولة بطولة كأس العالم كرة اليد 2015 وحنا أخذنا المركز الثاني. اللهم لك الحمد. طبعاً هذا إنجاز كبير أن أخذنا المركز الثاني. رصاصة رحمة مسلسل خليجي من بطولة عبد العزيز جاسم، صح أم خطأ؟ صح. طبعاً معلومة عن الفنان عبد العزيز جاسم، نوجه له أجمل التحايا. عبد العزيز جاسم بدأ التمثيل عام 1977. طيب تأسس نادي الغرافة الرياضي عام 1960، صح أم خطأ؟ خطأ. تأسس في عام 1979. خلونا ناخذ بعد متصل. حلو والله وناسة كذا راحت 3000 ريال. والله وناسة ما ودي يقعد ريال عندنا ما بي. طيب ريم. السلام عليكم. حياة الله يا ريم، يا مرحبا ومسهلا. الله يحييك. ايش حالك يا ريم؟ الله يعافيك. مرحبا بك يا اختي ريم. اسئلتنا سهله صح؟ ما يعني. حلو. طيب بعطيك سؤال سهل بس قصر على التلفزيون. ان شاء الله ان شاء الله. انزين حلو ريم. راح مننا 1 2 4 8 و10 البيبان.
تطلع على الشاشة 3 5 6 7 9 11 12. اختاري باب. 11 11. ايوه المتصلة اللي قبلت كانت محتارة بين 11 و1. تخيل يطلع 11 السؤال الذهبي، ايش بتسوي؟ الله يعينها. طيب متأكدة 11 خلاص؟ متوكلة. افتح يا باب. الحق ما تلحق، الحق ما تلحق. حلو 11 و1 كانوا. الحق ما تلحق. حلو الحق ما تلحق، الحق ما تلحق. عارفته ولا لا؟ ايوه عارفه. الحق ما تلحق. ايه حلو. 5 أسئلة صح ام خطا. 3000 ريال جواب الاول بألف ريال. اهم شيء، اهم شيء شنو؟ نسرع يعني. الله عليك الله عليك. يا سلام. جاهزه؟ جاهزه. تبدا الدقيقه. بسم الله. دخلت قطر موسوعه جينيس باكبر علم في العالم خلال احتفالها بفعاليات اليوم الوطني عام 2013، صح ام خطا؟ صح. 1000 ريال. اسمعيني من التلفون. انتيوب هو مركز تابع لوزارة الشباب لتشجيع الشباب على التعبير عن آرائهم، صح أم خطأ؟ صح أم خطأ؟ مرة ثانية بس. انتيوب هو مركز تابع لوزارة الشباب لتشجيع الشباب على التعبير عن آرائهم، صح أم خطأ؟ صح. حلو حلو. تأسست إدارة أمن السواحل والحدود في الخمسينات من القرن الماضي، صح أم خطأ؟ تأسست إدارة أمن السواحل والحدود في الخمسينات من القرن الماضي، صح أم خطأ؟ يا سلام عليك. جزيرة السافلية هي جزيرة قطرية تقع جنوب جزيرة العالية، صح أم خطأ؟ صح. حلو. عيال الذيب هو مسلسل قطري من تأليف ليلى عبد العزيز، صح أم خطأ؟ لا مش ليلى، صح صح صح. طيب طيب. أول شيء خلص الوقت وحاولت أمشيها بس إجابتك غلط. انت كنتي شاكه هو مو من تاليف ليلى عبد العزيز وقلتي صح، هي الاجابه خطا. عموما انتهى الوقت اصلا وانا اقول السؤال انتهى الوقت. طيب حلو حلو. 2500 2500. ممتاز ممتاز. ربحت 2500. الف مبروك عليك، الف مبروك عليك. راجع راجع الاسئله. دخلت قطر موسوعه جينيس باكبر علم في العالم خلال احتفالها بفعاليات فعاليات اليوم الوطني عام 2013، صح ام خطا؟ صح. كلنا عارفين العلم طبعا. مكان العلم اللي هو في سيلين. طيب انتيوب هو مركز تابع لوزاره الشباب لتشجيع الشباب على التعبير عن ارائهم، صح ام خطا؟ صح. طبعا هذا يساهم في رفع الايجابيه لدى الشباب وتعزيز معنوياتهم، وغطيناه ايضا في برنامج ترحيب يوم الاثنين، يوم الاثنين تقريبا. ايوه غطيناه. طيب تأسست إدارة أمن السواحل والحدود في الخمسينات من القرن الماضي، صح. طبعا كانت تسمى الشرطة البحرية ذاك الوقت. جزيرة السافلية هي جزيرة قطرية، صح. تقع على مسافة 5 كيلومتر من خط الساحل. عيال الذيب هو مسلسل قطري من تأليف ليلى عبد العزيز الهلالي، صح أم خطأ؟ خطأ. من تأليف أحمد بن راشد المسند. طبعا هو عبارة عن 30 حلقة من بطولة الفنانة حياة الفهد والفنان عبد العزيز جاسم. طيب حلو حلو. نوره نوره. ايوه مرحبا بك يا نوره. هلا بك. يا مرحبا نوره. عندك ما شاء الله شكل اليوم جمعت الاهل عندكم، فحاولي تعلي لي صوتك لاني ما قاعد اسمع صوتك عدل. ما قاعد اسمع صوتك عدل، علي صوتك. الو. طيب هلا نورة. نورة البيبان بتطلع قدامك على الشاشة، أبي تختارين باب. السؤال الذهبي إلى الحين ما راح يا نورة. يلا شدي حيلك. طيب يلا البيبان قدامك على الشاشة. 12 12. متوقع وشو؟ إن شاء الله السؤال الذهبي. إن شاء الله يا رب. الله يوفقك يا نورة. نورة افتحي باب. سؤال على الطاير، سؤال على الطاير. نورة معاي؟ معك معك. زين سؤال على الطاير.
سؤالك يقول احس ان مالك في البحر صح؟ صح. حولك حد يساعدك؟ طيب زين، سؤالك ان شاء الله بسهل لك، اعطيني نوع واحد بس، اسم واحد. طبعا هي عديده الاسماء، لكن اعطيني اسم واحد من انواع السفن القطريه في زمن الغوص. نعم معاي نوره؟ معك بس ما اسمع السؤال. طيب ان شاء الله اذا ربحت ال 1000 ريال السؤال تودينا الصغير اللي يبكي جنجل زون ولا حياه بلازا ولا يروح يستانس عشان ما يبكي مره ثانيه. زين ان شاء الله. اعطيني نوع واحد من انواع السفن القطريه القديمه اللي كانت تستخدم في الغوص، اسم واحد. والله ما اعرف البحر سادي. طيب شو اسم الحنايا؟ لا اسم سفينه. ابي يعني اسم سفينه. اي نوع من انواع السفن، اعطيني نوع واحد. نوع اللي موجوده في الكورنيش يسمونها غيره، اللي موجوده في الكورنيش اي شيء. اعطيني اسم سفينه بس، يعني شو يسمونها، نوعها هذه نوعها كذا، هذه نوعها كذا، هذه وش اسمها؟ سادي. طيب شلون سادس؟ لان اساميها كلها يمكن ثلاث احرف اربع احرف، ف اقول حرف خلاص قالت اجابه. حاولي يا نورة، أعطيني أسامي. إن شاء الله. ما حد حولك من إخوانك شيء؟ ها إيش طلع معك؟ ألبوم. ما سمعت. ألبوم. يا سلام عليك، تستاهلين الألف ريال، تستاهلين الألف ريال، ألف مبروك عليك. ألف مبروك عليك، تستاهلين طبعاً. انواع السفن القطريه اللي كانت تستخدم في زمن الغوص عديده، في منها دلبوت، سنبوك، بقاره، بوم، بتيل، قلص، هوري، شوعي، بعد عندنا الكبت، يعني اسامي عديده. انا والله ماني من هالبحر لكن قاعد نتعلم مع بعض، لكن في بعض الاسامي يمكن تخطر على بالك من برامج انا اقدمها. يعني سنيار كان في عده معلومات عن البحر، يعني لا تتفوت صراحة، حتى اللي ما يعرف البحر يصير خبرة في البحر من وراء هذا البرنامج الجميل، وإن شاء الله يا رب تنعاد الكرة السنة الجاية. مستمرين معاكم، وللحين عندي أسئلة وعندي جوائز، تبون الجوائز اتصلوا وخلكم معي، فاصل قصير رجعين. حياكم الله مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. جميله يا مرحبا بجميله، انت اول متصله محظوظه ناخذها معنا في فاصل. حلو، امورك طيبه ان شاء الله؟ طيب شلون كانت الرحله؟ حلوه؟ طيب يلا توكل على الله. جميله، البيباره بتطلع قدامك على الشاشه، اختاري الجواب. والله انا من بدايه الحلقه خاطري في رقم 5، سواء ادري ان شاء الله يكون خير. ما غيرت رايك الفره اللي خذناك فيها؟ لا الفره زينه. يلا اجل اختاري، تبين 5؟ اي ان شاء الله، بسم الله 5. يلا بسم الله نتوكل على الله وافتح يا باب. سؤال على الطاير. طيب حلو. زين حلو. جميله، يقول لك متى حصل اللاعب أحمد السعدي على هداف كأس آسيا لكرة القدم للشباب؟ طبعًا أدري أول ما قلت سؤال قلبك رجع لأن مالك في الكورة، بس أمورك طيب. زين متى حصل اللاعب جدًا
متى حصل؟ يعني بيكون 2015 ولا 2014؟ يلا اختاري اختاري واحدة. ساعدنا. اختاري آخر جواب قلتي، اختاري واحدة. 2014. متأكدة؟ عاد لا تصعبها علينا. خلاص ولا يهمك، مبروك 1000 ريال، ربحت 1000 ريال، مبروك عليك، تستاهلين تستاهلين 1000 ريال. حياة الله، حياة الله يا جميلة، يا مرحبا بس، حياة الله، العفو. طيب، خلونا بعد ناخذ متصل. من مع أم عمار؟ هلا يوبا، مسيك بالخير. مسيت بمثله، يا مرحبا ومسلابت يا أم عمار، شلونك طال عمرك؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. يا مرحبا والله ومسلم، أم عمار أسئلتنا سهلة إن شاء الله، لا تقولي لي صعبة. يعني سهلة والكل قاعد يفوز. لا في سهل وفي شوية صعب بعد. طيب ولا يهمك، ما في شيء صعب إن شاء الله، الكل راح يفوز. أم عمار بطلع لك البيبان قدامك، أول شيء قولي لي أم عمار، حظك حلو؟ تحسين إنه في سؤال ذهبي من نصيبك اليوم؟ والله يا رب، لاني شاركت انا مع الفياض يوم عرسك وخسرت السؤال، طلع لي سؤال واحد وخسرت فيه، ما عرفت الجواب. ان شاء الله يكون حظنا وياك حلو. طيب ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. بعد حمد الفياض بعد الحظ معاه زين، لكن شوي ما خدم الحظ. يلا البيبان قدامك على الشاشه، اختاري الاسباب. عبد حمد الفياض العشير، ما يصير حد يقول عنه حظه مو حلو. يلا عندك ثلاثه خمسه سته يعني. لا ان شاء الله حظك حظه حلو، ما عليك اموركم كل بفوزك انت وحمد. يلا البيبان قدامك على الشاشه، ثلاثه خمسه سته سبعه تسعه، اختاري باب. والله ان شاء الله انا مركزه على سته. مركزه على سته، طيب طيب نتوكل على الله ونقول افتح يا باب. سؤال على الطاير. الطاير نفس المره اللي طافت صح؟ اي والله، عاد ان شاء الله يكون سهل هاي المره. زين ولا يهمك، ان شاء الله ان امورك كلها طيبه. طيب زين انا اقول انزين دائما لاني ترى قاعد افكر، فاقول انزين انزين زين حلو ما علينا. متى حصلت فودافون على ترخيص الهاتف الجوال في قطر؟ متى؟ ما اسمع، في اي عام؟ في اي عام؟ نعم في اي عام، في اي عام حصلت فودافون على ترخيص الهاتف الجوال في قطر؟ عاد ساعدني شوي يعني، قريب بعيد وسط. 2008. ياس والله قربتي قربتي، اقدم شوي. ها 9 10 ها لا اقدم يعني اقدم، اجد يعني اجد، يعني اقدم شوي ولا ارجع وراء؟ يعني انا قلت اقدم يعني اقدم شوي. من 2008. جاوبيني جاوبيني، ما يصير جاوبيني. اقدم من 2008 ولا 2007؟ أيه. اقدم ولا ارجع ورا يعني؟ بس 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 بس, بس. كم قلتي؟ 2007. مبروك، الله يسلمك، مبروك تستاهلين، مبروك مبروك. اقول لك اقدم من 2008 تقولي 2010، مبروك 2007. حصلت فودافون على ترخيص الهاتف الجوال في قطر في عام 2007. ألف ألف مبروك، طبعا تعتبر ثاني شركة تحصل على الترخيص بعد شركة أريدو. ألف مبروك، تستاهلين الألف ريال. أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم علي شلونك طال عمرك؟ الله يرضى عليك. يا مرحبا بك يا أم علي. أم علي أبوي البيبان قدامك على الشاشة، باقي عندك ثلاث بيبان، أبي تختار لي باب بينهم. تسعة. ما سمعت، علي لي صوتك. تسعة تسعة تسعة. طيب افتح يا باب. سؤال على الطاير. أم علي هلا، جاهزة لسؤالك؟ إن شاء الله. ما هو المقصود بسنة الطبعة؟ سنة ما قادت المركب غواصي. ما سمعت. يوم غرقت المراكب في الغوص. زين زين زين، غرقت الغواصة حينما عارف انك صدمتيني. ليه؟ والله كنت متوقع راح تفكرين راح تفكرين، بس اجابتك صح. الف مبروك، تستاهلين 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 للبريال. الف مبروك، تستاهلين.
طبعا سنة طبعا الله لا يعودها علينا من سنة، السنة هذه ضرب إعصار قطر والخليج في عام 1923. طبعا هل البحر عسى الله يرحمهم جميع راح ضحيتها أكثر من 5000 شخص، الله لا يعودها علينا من سنة، اللهم ارحم جميع موتانا. طيب مريم، مريم السلام عليكم. وعليكم السلام، حياة الله يا مريم، شلونك؟ الله يحييك، الحمد لله. يا مرحب يا مريم. مريم باقي عندك بابين، مريم توقعين راح تاخذين السؤال الذهبي؟ ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. ها يعني حظك حلو، دائما انت محظوظه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طيب البيبان قدامك على الهواء، ثلاثة ولا سبعة؟ ثلاثة. متأكدة؟ إن شاء الله. ما أدري، ثلاثة قلتي أنت، ثلاثة قلتيها كذا بوثوق، ليش؟ ما أدري، أحس السؤال ذهبي. يا رب يا رب، ليش لا؟ يا رب، يلا نتوكل على الله وافتح يا باب. على الطاير، سؤال على الطاير. طيب طيب عندك سؤال على الطاير، جاهزة؟ جاهزة. إبراهيم خلفان، إن شاء الله، والله في سؤالين اخترتك السهل. إبراهيم خلفان في أي نادي بدأ حياته الكروية؟ إبراهيم خلفان أبو خلفان، إبراهيم خلفان في أي نادي؟ طبعا قبل اشهر الانديه القطريه، ناديينهم يلا جاوبيني. الشد. نادي قديم، نادي قديم، اول له اكبر قاعده جماهيريه. ها ساعدني زين، جاوبي سهل والله. ريان. لا لا لا، اقدم من ريان، اقدم من السد، اقدم قديم. هو من نادي منافس منافس للريان في القاعده الجماهيريه. اعطيني اعطيني، قولي لي ايش قلتي، نادي شنو؟ قطر العربي. قريب. يا سلام، 1000 ريال نادي العربي، 1000 ريال تستاهلين. طبعا انا جدا تستاهلين 1000 ريال، مبروك. النادي العربي عام 1973، طبعا نادي جدا قديم ونادي عريق. ابراهيم خلفان الله يعطيه العافيه. علي مساك الله بالخير. ابو حسن اول متصل معانا رجل، وباقي عندك باب واحد والسؤال الذهبي ما راح. ان شاء الله من نصيبي، قول ان شاء الله. بعد ما في اما ان يكون السؤال الذهبي طاح من وراء الباب. البيبان قدامك على الشاشة، علي اختار باب رقم سبعة. هاي الرقم اللي مشارك به من قبل، رقم سبعة. أنا اللي سؤال فيه الرقم، أنا اللي بختار لك، اختار سبعة. شوف غششتك، ها علمتك وين السؤال ذهبي، قول سبعة. توكل على الله حبيبي أبو حسن. السؤال الذهبي، يا سلام راح الحماس مني وأنا اللي كنت عرفته. أبو حسن حبيبي سؤالك الذهبي. إي نعم، توكل على الله. أبو حسن حبيبي، نعم. سؤالك يقول متى انطلق بث قناة الريان الفضائية؟ متى انطلق بث قناة الريان الفضائية؟ ما عندك وقت لأنك آخر متصل، وحاولنا بأسرع وقت أن ناخذك، ترى اختار جاوبني. 2012. زين عطني اليوم، اليوم الشهر واليوم. توقع مطلوبة الإجابة كاملة، إجابة كاملة. قول الشهر. والله ما تتابعني في انستغرام، لو تتابعني كان عرفت الإجابة. ها توقع. يلا شهر واحد 2000. هو في هالشهر واحد، خلك من شهر واحد 2012. اقول لك خليك من واحد، هو في الشهر. شهر خمسة دنيا. ايه هو شهر خمسة، هو شهر خمسة 5 2012.
أقرب بواجد، يعني أقرب من يومنا ذا. القناة قاعد تحتفل. والله إني متابعها هالقناة، يعني ما فارقها تبغي الصراحة. عطني التاريخ. 5/5 اللي لا لا 17/18/5 الله عليك بوسري خشم اللي جنبك ويستاهل، وتستاهلون 5000 ريال. الله يسلمك، الله يرحم والديك، الله يجزيك. تستاهلون، ألف مبروك عليك 5000 ريال. شوف أنا جمعت، تستاهلون يعني 50-50، أنتوا اللي علمك الإجابة. أكيد. انطلق بث قناة الرياح. والله ونعم فيك وفيه، شيخ ولد شيخ، تستاهلون 5000، ألف مبروك. انطلق بث قناة الرياح الفضائية في 18 مايو 2012، 18/5 قبل 3 أيام محتفلين بانطلاق السنة الثالثة، ذكرى انطلاق السنة الثالثة لقناة الريان. والله يوفقنا إن شاء الله ونرضيكم. عندنا الحين مسابقة عكس، طلع الصورة، ألف مبروك مبارك سالم النوبي، ألف مبروك مبارك سالم النوبي، ألف مبروك عليك. هذه الصورة مثل ما تشوفون، ألف مبروك عليك، فيها جراءة أنه خلى الصورة أبيض وأسود وعجبت المختصين. ألف مبروك مبارك سالم النوبي، ألف مبروك لكل المتصلين اللي جاوبوا معانا، وإن شاء الله يا رب وعدنا بكرة بنفس الوقت. كل التوفيق لكم، تصبحون على خير وفي أمان الله.